الذي شكل خارطة الطريق لتنمية هذه المنطقة العزيزة، والذي عد أيضا تلاحة تاريخية وشهادة ميلاد جديدة للجهة باستثمارات فاقت 150 مليون. وكل إنسان التمنى طائره في اليوم. كما تبعتم معنا كان أجواء ديال المؤتمر المنتدى الجهوي ديال المنتخبين التجمعيين اللي كاين دار في إطار ديال المنتديات الجهوية اللي قام السيد الرئيس من أجل الإشراك المنتخبين والاستماع لهم والتواصل معهم. وكتعرفوا جميعا الأهمية ديال إشراك المنتخب المحلي باعتباره أنه هو اللي كيساهم في تنزيل السياسات العمومية وكذلك البرنامج الحزب على المستوى المحلي، وكذلك لأنه كيلعب أدوار مهمة على مستوى التنمية المحلية. وبالتالي فهذا اللقاء كاين دار في إطار إشراكه واستماع له، وكذلك باش السيد رئيس الحكومة يشوف البرامج اللي ممكن أنها غادي تنزل على مستوى الجهة والأقاليم باش أولا نوفيو مع المواطنين بالالتزامات اللي التزمنا معهم في الانتخابات، وكذلك باش يسمع الإكراهات اللي كتواجه الجماعات، لأن أنتم كتعرفوا اليوم القوانين المنظمة للمؤسسات ولا الجماعات الترابية بشكل عام أنها كتخلي المنتخب المحلي كيلعب كيطلع بأدوار مهمة، وبالتالي عنده أدوار مهمة والناس كتراهن عليه تحقيق التطلعات ديالهم التنميه المحليه، ولكن في نفس الوقت كيواجهوا اكراهات كبيره لا على المستوى ديال الصلاحيات ولا على المستوى ديال الامكانيات الماليه. بالتالي فكما شفتوا بانه في الورشات وحنا على مستوى جهه الشرق في اطار تحضير هذا المنتدى الجهوي، كنا درنا منتديات اقليميه في الاقاليم وسعنا النقاش مع المنتخبين في مختلف الاقاليم ديال الجهه، واليوم في اطار هذه الورشات اللي تنظمت هنا كانت امتداد لهذه الورشات، واستمعنا للمنتخبين اللي عبروا على مجموعه ديال المطالب، على مجموعه ديال الانتظارات، وكذلك مجموعه ديال الاكراهات اللي كتواجههم في تنزيل البرامج ديالهم. اذا هذه كلها يعني توصيات غادي ترفع للسيد رئيس الحكومه، اللي حنا عندنا فيه الثقه التامه انه غادي يتفاعل مع المطالب ديالنا، وانه غادي تنعكس ان شاء الله على التنميه المحليه. فكما كتعرفوا بانه اليوم الحزب التجمع الوطني الاحرار كيقود الحكومه رغم الظرفيه الصعبه، ولكن كاين اورش وبرامج مهمه، وكذلك كاين التزام بالاولويات وبرنامج الحكومي اللي هو موضوع تعاقد مع المواطنين، واللي الحكومه كدير مجهود كبير على المستوى الحكومي باش تنزل، ولكن كذلك انه الجماعات المحليه عندهم ادوار وعندهم برامج محليه اللي غادي تنعكس على الحياه ديال المواطنين. وبالتالي السيد رئيس الحكومه واعيا منه بالدور ديال الجماعات، وباش يشوف الامكانيات ديال التدخل لدعم هذه الجماعات للوفاء بالالتزامات ديالهم، وخاصة وأننا كما سمعنا في الورشات واللي تبعتوه في التقارير اللي ترفعت أنه كاين مجموعة ديال الإكراهات على المستوى ديال الصلاحيات على المستوى الموارد المالية. وبالتالي أصبح اليوم من الضروري في المغرب اليوم أنه خص تعزز مكانة ديال المجتمع ديال المنتخب المحلي وديال الجماعات المحلية، وكذلك توفر لهم الإمكانيات الضرورية باش أنهم يتمكنوا بالقيام بالأدوار اللي كيستناوها المواطنين. لذلك فاليوم حنا زياره ديال السيد رئيس الحكومه والاشراك ديالنا اللي شركنا كان يعني نعتقد بانه هذا غادي ينعكس ان شاء الله على التنميه المحليه، كما شفنا مثلا في جهه درعا التافيلات من مشى السيد رئيس الحكومه واستمع للمنتخبين انه بعد ذلك ستر برنامج ورجع للجهه بصفته الحكوميه رفقه مجموعه من الوزراء واطلق مجموعه من المشاريع، وخاصه على مستوى جهه الشرق اللي كتعرفوا بانها يعني كتواجه مجموعه من الاكراهات خاصه على مستوى فرص الشغل، لانها من الجهات الاولى في المغرب اللي فيها ارتفاع نسبه البطاله، رغم الطاقه ديال الشباب اللي كاينه في الجهه، وكذلك رغم الفرص الكبيره اللي كاينه في الجهه باعتبارها جهه حدوديه وكتسخر بمؤهلات طبيعيه مهمه اللي خصها تستثمر باش ان شاء الله تنعكس على فرص الشغل، وخاصه وان هذه الحكومه جات بميثاق الاستثمار اللي فيه تحفيزات، فيه منح ترابيه، منح قطاعيه، اللي بغينا احنا في جهه الشرق يكون عندنا نصيب ديال هذه الاستثمارات اللي غادي تشغل لنا الشباب ديالنا ديال جهه الشرق وديال النظر على وجه الخصوص. وانتم كتشوفوا بانه مع الاسف كنشوفوا دائما افواج ديال الشباب كتغادر المغرب للضفه الاخرى بحثا عن فرص الشغل، وحنا كنشوفوا بان بلادنا ولات واحد الورش وكاين فرص، وكنشوفوا بانه لابد من برامج اللي غادي تمكن هاد الشباب من فرص الشغل هنا، وكذلك انتظارات ديال الشباب وديال ديال الساكنه ديال المنطقه على مستوى تعزيز البنيه التحتيه، المرافق الرياضيه الاجتماعيه وغيرها. وفي النظر على وجه الخصوص عندنا اكراه انه الشباب وخاصه الرياضيين انه اليوم اصبح من العيب ان اقليم النظور من هذا الحجم
انهم يكونش عندهم يلعب لكرة القدم يليق بالفرق الرياضيه وبشباب ديال المنطقه. وبالتالي هذا من المطالب اللي غادي ترفع السيد رئيس الحكومه واللي كان ما عندناش شك انه ان شاء الله غادي يتفاعل معنا طبعا في حدود ما تسمح به الامكانيه ديال بلادنا وان شاء الله يكون خير. طبعا وكنشكرك ذكرتيني لانه من بين الصعوبات اللي كتواجه جهه الشرق هو الاجهاد المائي باعتبار انها من الجهات اللي مضروره بالتغيرات المناخيه. والحمد لله هاد الشهرين الاخيره كعرفت الجهه التساقطات المطريه اللي انعكست على المخزون المائي، فلولا هاد التساقطات الاخيره كنا غنعيشوا ازمه كبيره وكان استنفار في السلطات باش توفر الماء الصالح للشرب. وبالتالي ف يعني هاد الاشكاليه ديال الماء كانت حاضره بقوه ومن التوصيات اللي ترفعت انه اليوم اصبح من الضروري الاسراع في اخراج محطه تحليه المياه لان هذا هو الحل اللي كنشوفوه انه غادي يساهم في توفير الماء الشرب للناس اللي كتواجه العطش في عدد من الجماعات وكذلك الماء للفلاحه لان كاين المنطقه الشرقيه فيها مجموعه ديال المناطق السقويه اللي كتساهم في انتاج فلاحي مهم اللي كيزود السوق الوطنيه وكذلك الاسواق المحليه. وبالتالي فمن بين التوصيات اللي ركزنا عليها والاولويات هو ضروره الاسراع في اخراج محطه تحليه المياه وكذلك ترشيد ضروره خلق برامج لترشيد استعمال الماء وكذلك تقويه السدود اللي كاينه في المنطقه والسدود التلية وغير ذلك. والحمد لله راه السيد وزير الفلاحه كان امس بعدا في هذا الاطار عطى انطلاقه ديال مجموعه ديال المشاريع اللي كتعلق بالماء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.